مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجها لوجه، ونحييكم من بكين. كانت صحراء ماوسو صحراء شابة، مساحتها أكبر من مقاطعة حينان، لكن اليوم أصبح 80% من هذه الصحراء مغطى بالنباتات الخضراء. في حلقة اليوم سنتعرف على قصة وان يودو، وهو واحد من المكافحين ضد الصحراء، ثم نستمع إلى آراء ضيف في الاستوديو. دعونا نتابع المقابلة التالية. في 17 من يونيو الذي وافق اليوم العالمي لمكافحة التصحر، ناقش وانيدا موظفين في محمية بايجيتان الطبيعية الوطنية بمنطقة نينشيا بشأن مكافحة الجفاف فور شفائه من العملية الجراحية، على الرغم من أنه تقاعد منذ 8 سنوات. ما زال وانيدا متعلقا بهذا الحاجز الأخضر الممتد على طول صحراء ماووسو. يبلغ طوله 47 كيلومترا وعرضه 38 كيلومترا. يقع الحاجز شرق النهر الأصفر بالقرب من مطار خاتون بنينشيا، حيث يلعب دورا حيويا لحماية البيئة من تآكل الرمال. في عام 1985 جاء وانيدا البالغ من العمر 32 عاما إلى بايجيتان وتولى نائب مدير مزرعة الأشجار المكافحة للتصحر. لم يكن هناك سوى أشجار قليلة، فالرمال الزاحفة تهدد المنطقة. منذ تولي منصبه قرر وانيدا مع زملائه إعلان الحرب على الصحراء. ولد وان في ماجياتان قرب صحراء ماووسو عام 1953، وقد طرقت الصحراء ذكريات مؤلمة في ذهنه. شاهد وانيدا أكثر من مرة زحف الرمال إلى نوافذ منزله في صغره، حتى هاجر كل أهل قريته. في عام ميلاد وانيدا أنشئت مزرعة أشجار بايجيتان لمنع زحف الرمال نحو النهر الأصفر، ثم تم تصنيفها كمحمية طبيعية عام 1985.
عانت المزرعة من ظروف اقتصادية صعبة حين بدأ ون عمله فيها، حيث بلغت أصولها الثابتة نحو 400,000 يوان، وإجمالي الرواتب السنوية ل 159 موظفاً 1,000 يوان. عقد ون العزيمة على إجراء الإصلاح، حيث قطع تعهداً بثلاث نقاط للموظفين: لا يغادر أحد إلا بعد تحقيق الرخاء وإحياء الغابة وتخضير الصحراء. أمام وضع صعب، قرر ون رفع معنويات الموظفين في البداية. مكافحة الفقر تسبق مكافحة التصحر. من أجل ترسيخ روح المبادرة لدى الموظفين، كسر وان الأفكار المتحجرة بإلغاء نظام الكميونة في المزرعة واستبداله بنظام المسؤولية العقدية. 就这一下子调动起来了，很多的人的积极性。特别那个六边，变得过宽，一个过宽是一块钱，职工夫妻两个人一天可以变25个宽，就没得25块钱。他们两人的工资加起来，一天才5块多钱。但是这一下子就由他基本的工资，这天的工资，所以说这就阶级性是逐步的从这高头人家就调动起来。 في يوليو عام 1986، بدأ ون يضاء مع زملائه خوض المعركة الأولى ضد الفقر والتصحر بزراعة نحو 67 هكتاراً من أشجار الفواكه في الكثبان الرملية المتنقلة. وفي نفس الوقت لم يدخر جهداً في جمع الأموال من كل مكان لتربية الماشية وصناعة سلال الصفصاف، كما قام بفتح المطاعم والفنادق والمعامل. لكن في أواخر الثمانينات حدثت مشكلة في معمل الطوب الذي تعهدت مزرعة الأشجار بإنشائه مع جهة أخرى.人家要求建一个烟囱，我们说话考察是花6万块钱，人家给我们定的要花16万块钱，那个药我们考察了16万，人家要有40万，我就两人家谈去了，谈不拢，我跟人家办公室的出来以后呢，我那个眼泪就下来了，就哭了。你想让一个西北汉子流眼泪挺不容易的啊，那压力是不得了的，这是遭真损失了呀，这个群众咋交代，各组织咋交代呀？ 你在临场呢，那白干了几年呀？你白付出了，叫群众对你指指鼻子，就骂你一辈子呢。تعثرت الجهود في بناء معمل الطوب،
لكن وان نجح في بنائه عبر جذب الاستثمار بطرق مختلفة. ازداد دخل المزرعة بعد إنشاء صناعات جديدة، ما ارتقى بدخل الموظفين ورفع معنوياتهم، فالكل عمل بآمال كبيرة وساهم في مكافحة التصحر. تنوعت طرق وان ييضا لمكافحة التصحر. في تسعينات القرن الماضي أبدع وان في تثبيت الرمال عن طريق إنشاء المربعات العشبية باستخدام قش القمح حتى تنتشر في سهول نينشيا. بسبب الظروف الطبيعية القاسية لم تنجو الكثير من الأشجار، فجلب وان عدداً من الأشجار مختلفة الأنواع وابتكر تقنيات لتربيتها. لكن ابتكاراً مثل هذا ليس هيناً في مكافحة التصحر، إذا عاش وان مع زملائه في الصحراء لسنوات طويلة، حيث عانوا من درجات الحرارة العالية وبرودة الشتاء. ولوان مقولة يكررها دائماً: لا يجوز أن تتخلف البيئة لأننا فقدنا 10 كيلوغرامات من الوزن. لم تكن المسافة بين منزل وان والمزرعة بعيدة، لكنه قلما يعود إليه بسبب العمل، وقد أصابه مرض في المعدة. لو بعض 就搞跳着就烧呢
绍兴富阳一直养老村庄。 سأله الكثير من الناس عن سبب اختيار هذا العمل الشاق، خاصة وأن القيادة وفرت له مناصب أفضل وأرادت تعيينه مديرا لمكتب المال في البلدة، لكنه رفض. 因为贷款改放的，这都是贷款放入抵押贷款都干了，都已经抵押上了，再加上还有发展多种经济贷款，厂里要贷了六七百万块钱的嘛，像职工做过、家家户户做过承诺，把职工的这个思想呢逐步逐步工作做的，最后凝聚到一块来以后，开始干的。干的首先你作为一个领导一个党员，你要率先垂范，你不能失去威信。 تنفيذاً لوعده عمل وان في مزرعة بايجيتان لمدة 30 عاماً، كرس حياته في مكافحة التصحر حتى تقاعد عام 2014. لخص مسيرة عمله بأمرين، أولهما تحضير الصحراء والآخر تحقيق رخاء العمال. 像我自己的子女一样。خلال 30 عاماً الماضية، نجح وان وزملاؤه في زراعة 4000 هكتار من الأشجار، ما وضع حاجزاً أخضر للتصدي لصحراء ماوسو وحقق معجزة لمكافحة التصحر. ，当您看到这个荒漠化后退了20多公里的时候，您是什么样的呀？现在啊，没看到一片这个绿洲，没看到一个坟场，没看到一棵树，我都感觉到很自豪，很骄傲。过去这个中联部外交部经常就把这个卫兵、外国人要到我们直沙现场，要到北滩来参观、来考察。来以后呢？ 有个大使馆的卫兵就问我：“你这么大年龄，啥知道什么世界？”我说：“一直知道世界去，为世界人民走，为人类走。” بعد تقاعده أسس وان صندوق نينشا لتحضير الصحراء وتنمية صناعات الصحراء، والذي ساهم في استصلاح 400 هكتار من غوبي وزراعة 200 هكتار من الأشجار، والآن يخطط لبناء أكبر حديقة صحراوية في العالم. مرحبا بكم من جديد. الآن دعونا نستمع إلى آراء الضيف في الاستوديو الدكتورة وي تيرونغ، أستاذة بجامعة دراسات دولية ببكين. أولا مرحبا بك أستاذ وي في هذه الحلقة. بعد متابعة المقابلة مع السيد وان يودو، عرفنا أنه والكثير من زملائه قدموا معظم أوقات حياتهم لقضية واحدة وهي مكافحة الصحراء، فما رأيكم في ذلك؟ بعد مشاهدة قصته فكنت متأثرة كثيرة جدا. لم أتخيل يعني كم من الصعوبات والتحديات قد تغلب عليها هو وفريقه من أجل إصلاح الصحراء. كما نعلم أن موضوع معالجة الصحراء ليس موضوع سهلا، وبالإضافة إلى الجهود المبذولة منه ومن قبل زملائه، أيضا هناك ظروف
يعني الحقيقية على سبيل المثال النقصان الأكلات والمياه في عملية علاج الزهرة، فكيف تغلبت على سلسلة من التحديات والصعوبات؟ لكن فعلا يعني منذ خمسينات من القرن الماضي إن الصين جيلا بعد جيل قد ساهم في هذه القضية كثيرا جدا، هو فقط يمثل يعني جزء بسيط من الصينيين الذين يكافحون في عملية علاج الزهرة. نحن نقدر يعني هذه الروح السامية كثيرا جدا. نعم، في الحقيقة سبقا عملنا حلقة حول مكافحة الزهرة، وكانت تلك أيضا حول الزهرة موصو. ففي الحقيقة إن الزهرة من تضاريس طبيعية على الكرة الأرضية، وليس من مقدور كل الزهرة أن تتحول إلى واحد، لكن هذا الاستثناء حدث للزهرة موصو، فما الأسباب وراء ذلك؟ نعم، وهناك أسباب كثيرة جدا، أهم عنصر يؤدي إلى ذلك هو يرجع إلى أن سهرة موسو، نسميها سهرة في الواقع هو ليس سهرة حقيقية، معظمها مغطاة برمال. فيمكن أن نرجع إلى مثلا قبل السنوات العديدة وراء، فيمكن أن نشاهد منظر يعني كان ينبت على ساحة الموسو كثير من النبات الخضراء، وكذلك هناك يعني منظر مختلف عن المناظر عن الصحراء كثير جدا. ذلك لأن في ذلك الوقت إن الناس يفكرون في التنمية على حساب البيئة الإيكولوجية، فقد قاموا بالإفراط في إزالة الغابات وغيرها من تصرفات غير مناسبة، مما جعل مساحة كبيرة جدا من الأراضي الصالحة للزراعة أصبح يعني أراضي جرداء. فلذلك قد يعني نشعر بالندم، يعني كثير من الناس كان يشكون في أن الناس قد اشترك في عملية تدمير هذه البيئة الجميلة كثير جدا. لذلك عندما يعود الإنسان إلى هذا الموضوع ويعرف ماذا كان يعني يتمتع به موسو، يعرف يعني هناك طريق وإمكانية للتحول موسو إلى هذا المنظر. طبعا هم قد تغلب على كثير من الصعوبات، على سبيل المثال في البداية من الصعب تثبيت الشجر، ولو شجر واحد عن طرق كثيرة جدا، لكن ثم بعد ذلك استفاد من التجارب والآراء الإرشادية والتوجيهية من الخبراء، وأيضا اختار أسلوب لتثبيت رمال عن طريق مربعات العشب. يعني فكر في الحيل كثيرة جدا لحل تلك المشكلة، حتى أصبحت موسو يعني تغير إلى المنظر الذي شاهدناه الآن، فهو يختلف تماما عن سهرة. مثلا نذكر سهرة تاكلاماكان، يعتبر أكبر سهرة في الصين، يختلف الموضوع. ذلك لأن سهرة تاكلاماكان هي سهرة حقيقية، فمن الصعب علاجه مثل ما حدثت مع موسو. نعم، لا يوجد مياه جوفية كافية، نعم، أو لا يوجد يعني أبدا. في الحقيقة يجب أن نذكر الصحراء كوبوتشي، يعني ربما لا يعرف المشاهدون أن مدينة بكين كانت تعاني من رياح المحملة برمال في الشتاء والربيع كثيرا قبل سنوات كثيرا، لكن مع نجاح معالجة هذه الصحراء، صحراء كوبوتشي في منغوليا الداخلية، قد تقلص عدد الأيام لرياح المحملة برمال في بكين بنحو 50% وأكثر، وهذا حسب الإحصاءات من عام 2000 حتى 2021، هذا يجب أن نذكره. وأيضا بالنسبة إلى الصحاري الطبيعية التي لا يمكن أن تتحول إلى الواحة، فكيف يمكننا أن نستفيد منها اقتصاديا؟ يعني نعم،
سهرة كوبوتشي معروفة لدي لأنني أسلم من منغوليا الداخلية، وطبعا هذا المكان مألوف لدينا كثير جدا. وأنا الآن كساكنة في بكين فعلا شعرت هذا التغير الذي يعني طرأ على بكين. فعلا يعني ليس هناك رياح محمل برمال كثير جدا في السنوات الأخيرة، قد شحنا هذا التغير بأنفسنا بأعيننا. وبالنسبة لسهرة كابوتشي، كيف نستفيد منها اقتصاديا على سبيل المثال؟ في الواقع منذ انعقاد المؤتمر 18 للحزب الشيوعي الصيني، قد طرح رئيس شي جين بينغ مفهوم التنمية الجديد المتمثلة في الابتكار والخدرة والتناسق والتنافع والانفتاح، وكيفية حسن المعالجة بين التنمية والبيئة الإيكولوجية. فالناس يسعون إلى التغيير أو الاستفادة من البيئة الصحراوية كثيرة جدا. أولا نذكر موضوع، نحن الآن نسعى إلى تنمية الطاقة المتجددة، مثلا الطاقة الرياح وطاقة الشمس وغيرها من الطاقات يمكن أن نستفيدها من استخدام الفعالة للصحراء، وهذا يعني قد يقدم أو يصب قوة دافعة جبارة كبيرة جدا لتنمية الطاقة المتجددة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك مثلا نمط لنقول السياحة الزايد، يعني يمكن أن نقوم بتطوير السياحة، مثلا نستفيد من المناظر الفريدة لسهراء. فقد سمعت كثير جدا أن هناك فرق كثيرة تسافر إلى هذه المناطق لتمتع بجمال سهراء. نعم، مشهورة بهذا النوع من السياحة. صحيح. نعم، وكذلك يعني بالنسبة لسهراء كوبوتشي كنا ننظم فرق من الطلاب، العديد من الطلاب من الجامعات المختلفة، وهم كانوا يرافقون الوفود من الدول العربية لزيارة هذا المكان. كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية، مثل ما ذكرت قبل قليل إن الصحراء هي جزء من التضاريس الطبيعية، فيمكن أن نتمتع بطلوع الشمس وغروب الشمس عند الصحراء أيضا، هذا يعتبر منظر جميل جدا. بالإضافة إلى ذلك هناك نمط أيضا يستفيد منه المؤسسات والرؤاة والعناصر المتعلقة بذلك، يعني يمكن أن يشكلوا دائرة. مثلا هناك جزء يقدم الخدمات المعينة يستفيد الرعاة منه، وأيضا يتعاون مع كل هذه المؤسسات للقيام أو لتقديم المنتجات المتعلقة بالسهرة كثير جدا. هل لاحظت من قبل هناك كان في علبة يضع فيها رمال مأخوذة من السهرة، وأيضا يمكن أن يكون يرسم فيها بعض الرسوم الجميلة، وطبعا هذا مشهور في الدول العربية. يمكن أن نستفيد يعني من كل هذه التجارب لجعل السهرة تقدم لنا يعني كثير من الموارد. نعم، فشكرا لك على المشاركة في هذه الحلقة. شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.